ما أن تتجول في أزقة وشوارع العراق حتى تشاهد العشرات بل المئات من الأطفال والمراهقين ذكورا وإناثا وهم يزاولون المهن والأعمال الحرة البسيطة من أجل الاعتياش عليها وكسب الرزق. كيف لا وبلدنا أصبح مليئا اليوم بالأرامل والمطلقات والشهداء والأيتام، وأفرز الكثير من الأيتام كحال هذا الطفل الذي لم يرى من حياته سوى الألم. مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي رصده أحد المواطنين لهذا الطفل والذي يعمل وحيدا كبائع متجول أحيانا وأحيانا أخرى يقوم بتنظيف نوافذ المركبات في ساعات متأخرة من الليل، متسائلا ذوي الرحم والمسؤولية، من منكم يتحمل أن يبقى ابنه في الشارع يعمل لهذا الوقت المتأخر من الليل لا سامح الله. ساعة ثنتين بالتك تك هاي المرأة الولد ميدة صغبي الله شوي زين ساعة ثنتين بالليل مدينة الصدر تقاطع مع الفلاح طالع على عريضة والله ما يدري اصور دي والله العظيم ما يدري اكو واحد هسه يقبل ابنه الساعه 2 بالليل بهذا الوقت ما انا مرتاح حسبي الله ونعم الوكيل اتمنى توصل لعلاقه ان شاء الله اتمنى الواحد بغيره يساعده هاي الولد ذاك بيتهم واللي يعرفه والده ميت بس هو امه واخته زين الساعه 2 بالليل حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل على ما شاهدناه الآن رسالة عتب وتوبيخ وجهها هذا المواطن إلى مسؤولي العراق بعد أن استفزه منظر هذا الطفل اليتيم والمعيل الوحيد لأمه وأخته وهو ينتظر بإحدى هذه التقاطعات في مدينة الصدر لكسب بعض الدنانير من السائقين. طبعا الفيديو المصور لهذا الطفل لاقى انتشارا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي وأفرز كومنتات وردود أفعال كثيرة، اخترنا لكم بعضا من تلك التعليقات الواردة على حالة هذا الطفل المسكين المضطر للعمل في هذه الظروف وفي هذه البيئة وبهذا الشكل. نبدأ أولى تلك التعليقات مع فارس العلي. يقول فارس في تعليقه حكومتنا منشغلين هسه بالمحاصصة والكراسي ومو يمهم الفقير، ساعة 2 بالليل الطفل لازم يكون دافي وشبعان نوم بغرفته وتخته، بس للأسف غيرة ماكو ولا نخوة، يتيم وعائلته معتمدة عليه بشم فلس، وأهل الرحم يا رب ما يقصرون معاهم والله يحفظك حبيبي وإن شاء الله يجي من يساعدك ويراجعك لمدرستك. تعليق آخر من حسين الحديدي، ليش مستغرب من هالشوفة؟ تعال افتر بشوارع بغداد وشوف كم الأطفال المتواجدين بالتقاطعات، هذا اللي يبيع مي وهذا اللي يبيع علش ونستلة وهذا اللي يمسح السيارات الأمثلة كثيرة وكلها سبب الفقر وتقصير الحكومة، لا راتب ولا حوافز ولا حقوق إذا تموينية سرقوها والرعاية على الناس وناس، فالفقير منو إله؟ أيضا الشاعر إسماعيل الجبوري يقول في تعليقه غيرة ماكو فقط، هذا هو تعليقه. هناك أيضا تعليق آخر من بهاء الدليمي يقول بهاء حبيبي بوطنك متغرب وباشر بعد إذا صار حرامي أو على مود أو علموه على درب التسول أو المخدرات لا تجون هدادة على أهله لأن أنتوا اللي وصلتوهم لهناية، اللوم على الدولة هي المسؤولة على هذا الشيء، شي يسوون العالم؟ تريد تعيش الحياة والمعيشة صعبة أمانة عليكم اللي يشوفه يساعده. أيضا نوارة تقول في تعليقها عن هذا الطفل أويل عليك يا العراق، عود هذا الطفل شنو اللي شايفه من حياته حتى منزليه بالشارع يبيع ويغسل سيارات ويتحمل البهذلة والمذلة اللي نشوفها يوميا، قرة عينكم يا الحكومة، هذا أمام الله باشر يوقف ويسألكم عن طفولته اللي حرمتوها منه، فحضروا جواب لأن عقابكم راح يطول ويطول.